من جديد أهلا بكم. خرجت مسيرة حشيدة غرب العاصمة البحرينية المنامة، دعت إليها المعارضة للتأكيد على مطالبها السياسية والدستورية، وردد المشاركون في المسيرة شعارات منددة باستمرار منع قوات الأمن مسيراتهم التي وصفوها بالسلمية. وطالب المحتجون الذين رفضوا أي تدخل أجنبي في قضيتهم أو تحويلها إلى قضية طائفية أو فئوية، طالبوا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، كما أكدوا أنهم سيواصلون تحركاتهم في الشارع. وذكرت مصادر للجزيرة بأن قوات الأمن البحرينية أطلقت الغاز المسيل للدموع وأطلقت أعيرة مطاطية لتفريق مئات المتظاهرين. معنا من المنامة عبد الجليل خليل، رئيس كتلة الوفاق المعارضة المستقيلة من البرلمان. سيد خليل، كيف مرت تظاهرات اليوم؟ أهلا وسهلا. المسيرة اليوم تعتبر هي المسيرة الأكبر في تاريخ البحرين. تقديرات الوفاق بلغت هذه المسيرة أكثر من 250 ألف مشارك. كل التيارات السياسية شاركت في هذه المسيرة. طبعا هذه المسيرة أعطت رسالة قوية أن الحل الأمني الذي استخدم في السنة الماضية قد فشل ولم يسكت أصوات الإصلاح في البحرين. تقول القرب. إن الحل أظهرت أن الحل الأمني فشل، هل تعتقد أيضا بأن بالنسبة إليكم الحل الأمني فشل؟ هل أيضا بالنسبة للحكومة اقتنعت وهي مؤمنة بأن الحل الأمني فاشل بالنظر إلى تعاطيها اليوم؟ أنا في تقديري أن الحل الأمني كان مكلف على صعيد الدولة وعلى صعيد الناس. يعني الدولة قتلت وعذبت وسجنت وهدمت المساجد، والاقتصاد بعد استخدام الحل الأمني اعتبر في أضعف حالاته. لا شك الناس عادت اليوم إلى الشوارع أكثر قوة وأكثر ضخامة رغم كل ما جرى لها. أرادت اليوم الشعب في البحرين أراد اليوم أن يرسل رسالة واضحة أنه لابد من إصلاح سياسي شامل يقوم على المساواة والشراكة الحقيقية في صناعة القرار. سيد خليل، سألتك لا يمكن التراجع. سألتك أنه في المقابل تقول هذا دليل التظاهر اليوم دليل على أن الحل الأمني فاشل. في المقابل هذا بالنسبة إليكم، هل ترى أيضا بأن يعني الحكومة التي تقول أنها اعتمدت في السابق حلا فاشلا تعلمت الدرس واليوم لم تعتمد حلا أمنيا؟ أنا أأمل أن الحكومة قد تعلمت الدرس واستفادت من الدرس. طبعا إذا كان هناك رهان آخر في تقديري وأتمنى أن لا يكون موجودا على الحل الأمني، لابد لا شك سيكون حل مكلف جدا ويكون من الصعوبة بعد شكرا ذلك. شكرا جزيلا لك. الحديث عن إصلاحات سياسية إذا تم الاعتماد على الحل الأمني مرة أخرى. أنا أتمنى أن خصوصا هناك بعض العقلاء السلطة. شكرا جزيلا لك. نكتفي بهذا القدر. من المنامة عبد الجليل الخليل، رئيس كتلة الوفاق المعارضة المستقيلة من البرلمان. الآن معنا أيضا من المنامة جمال فخرو، نائب رئيس مجلس الشورى البحريني. سيد فخرو، إذن ربما استمعت معنا إلى السيد عبد الجليل خليل من المنامة، هو يقول إن فعلا الحكومة تعلمت درسا وبأن الحل الأمني فاشل، وهنالك بعض العقلاء في الحكومة دعا إلى الحديث الآن عن إصلاحات بعد الابتعاد عن الخيار الأمني في التعاطي مع التظاهرات. ما رأيك؟ هو طبعا الرئيس الأخ جليل تكلم لو كانت المعارضة مقتنعة بأن الذهاب إلى الشارع ليس هو الحل، إنما الجلوس على طاولة الحوار. والحكومة والنظام دعا المعارضة السياسية في البحرين إلى الجلوس والارتهان إلى الحوار، ولكنها مع الأسف الشديد في كل مرة ترفض وتضع شروط لا يمكن أن يقبل بها عاقل لكي تبدأ أي حوار وطني. أنا لا أزال أتمنى في الحقيقة من الأخ عبد الجليل وغيره في الوفاق وغيره من المعارضة السياسية أن يقبلوا الآن المبادرة الأخيرة من الديوان الملكي بالارتهان إلى الحوار السياسي. وهناك بوادر مشجعة من أن المعارضة السياسية بدأت تعي بأن ليس هناك حل يمكن الوصول إليه من خلال تجيش الشارع في البحرين. لكن سيد فخرو، ما المانع يعني في أن يعبر الناس عن حقهم في التعبير حتى ولو كان في الشارع في تظاهرات سلمية؟ طبعا نحن شوفي اليوم في الحقيقة صدر بيان، يعني هذه بالدلالة على أن البحرين أو حكومة البحرين لا تمنع خروج المظاهرات السلمية. صدر بيان اليوم من الديوان الملكي يؤيد الخروج في مظاهرات سلمية،
ودعا في الحقيقه جميع الاخوه من ان يعبر عن رايه بالخروج بمظاهرات سلميه يعبر فيها عن رايه ضمن اطار القانون والنظام والدستور المحلي. مظاهرات اليوم كانت مشهد من احسن ما يكون لولا خروج فئه قليله في الحقيقه حولت هذه المظاهره او هذه المسيره المرخص لها عفوا حولتها الى ماذا سيد فخرو؟ لانه بحسب سيد عبد الجليل نفسه مرت على سلامه هذه التظاهره. لا مع الاسف الشديد عبد الجليل موضح لكم بان فئه صغيره من الاخوه خرجوا الى الشارع الشارع العام وبداوا يقذفون الحجاره على السيارات وعلى المارات واضطر بما اضطر رجال الامن التعامل معهم. المشكله في الاخ عبد الجليل وغيره من المعارضين لانهم لا يصفوا لا يتكلموا بالحقيقه. لانه هو عارف بان جمعيته هي التي طلبت الخروج المسيره وجمعيته لم تستطع ان تربم المسيره ضمن الاطار القانوني لها، وبالتالي لم يذكر لكم بانهم يتجاوزوا القانون. هناك في البحر القانون يسمح للجميع بالخروج بمسيرات سلميه اذا تم الاختصار. طيب سيد فخرو لما لا يجري اختصار الطريق على كل ذلك؟ يعني انت تقول فئه صغيره ربما من هؤلاء المتظاهرين قذفوا، يعني حسب ما فهمت لان الصوت متقطع، لماذا لا يجري اختصار الطريق واعطاء هؤلاء مطالبهم التي يقولون عنها انها محقه وهي مطالب اجتماعيه؟ يا سيدتي المطالب السياسيه تؤخذ اما من خلال البرلمان او من خلال الحوار السياسي. الاخوه في المعارضه تركوا البرلمان، المعارضه السياسيه في البحرين كان عندها 18 مقعد من اصل 40 مقعد وانسحبت من البرلمان. ورفضت الجلوس على طاوله المفاوضات. من هو المخطئ الان؟ هل هو الدوله والنظام ام المعارضه السياسيه؟ المعارضه في البحرين تريد ان تضع شروط قبل ان تجلس على طاوله المفاوضات، وهذا امر لا يمكن قبوله. المعارضه السياسيه ليست هي كل شارع البحرين، هي جزء من الشارع البحريني. هناك فئه اخرى ترفض حتى الان الجلوس مع هذه المعارضه ما لم تقدم اعتذار للشعب البحريني بالانتهاكات. شكرا لك، وصلت فكرتك. نحن نعمل الان سيد جمال فخرو نائب رئيس مجلس الشورى البحريني.